سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحات؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. انتم تتفرجوا في هذا الفيديو هذا، المهم تنتمنى ما تكونش تعطلت عليكم حيت شحال هذه ما حطيت جي فيديو. المهم اليوم داخلين الكوزينه باش نصايبوا واحد الحاجه اللي كتعجب تقريبا الجميع. غنصايبوا الجبن ديال الدار، طريقه سهله وبمكونات سهلين بزاف، يعني تقدروا يكونوا في اي حومه عندكم تتباعوا، وداكشي اللي ما مكلفش بزاف تقدري تصايبيه كل نهار لولادك، ولا يكون جاي عندك شي حد تصايبيه بالزربه هكا وتشكلي منه شلال ديال الانواع، يعني شحال من حاجه. ديريه جبن بالملحه وجبن طبيعي، تقدري ديريه كيري قش، يعني في كيري بالثومه والزعتر، المهم تنوعي فيه كيف ما بغيتي. المهم اليوم انا غنصايب لكم الجبن ونقدروا ننوعوه بشكيلات وحدين اخرين ان شاء الله. يلا هم معايا باش نشوفوا المقادير البنات. بالنسبه للمكونات عندنا هنا نص سيترو ديال الحليب، نص سيترو الحليب، ماشي الحليب ديال العلبه، حليب طبيعي ديال البقره. كل واحد تيكون عنده شي واحد في الحومه تيكون تبيع الحليب اللي هو طبيعي تيجيبو تبيعو مع اللبن. عندي هنا نص سيترو، عندي هنا يطرو ديال اللبن، هنا نص سيترو الحليب اللي هو طبيعي، المهم الحليب كله ديال البقره ولكن ديال الباكيه راه ما تصدقش بحال هكا. هذا نص سيترو الحليب في يطرو ديال اللبن، المهم عندنا العكس، نص سيترو في يطرو اللبن. دابا غنخليو هذا الحليب هذا يغلى وهانتوما معايا البنات. ها هو الحليب دابا بدا تيغلى، غنحيد ليه هذه اللي تتكون فوق ديك الجليده ديال الحليب هكا، المهم نحاول نزولها صافي حيدتها. صافي دابا غنقص وغنزيد داك اللبن اللي عندي، داك يطرط اللبن اللي كاين بحال هكا. نجيب واحد المعلقه باش نوريكم كيفاش. تقريبا البنات هو بدا تيصدق. صافي دابا انا غنطفي على هذا وهانتوما معايا البنات. خديت هاد الصفاين اللي عنده العينين ما كبارينش بزاف، صغارين، وغنبقى نصفي هنا بشويه بشويه بحال هكا. انا ما خديتش واحد الاناء اللي كبير فيه نصفي، خديت غير كاسرونه باش نيت باش تخدم تقبيله، لكن معليش غنبقى نخوي شويه بشويه بحال هكا. تنتمنى يكون تيبان ليكم، ونديرو هكا باش كاع داكشي اللي كاين في الكاسرونه يهبط، وغنرجع في نفس الوقت نديرو في كاسرونه اخرى بحال هكا، ونخليه يتسقطر بشويه بشويه ونرجع معاكم البنات. تبقاو ديروا له هكا باش يتصفى مزيان. تعرفوا ملي باقي تيكون باقي سخون يقدر يهبط كامل الا بقيتو تحركوه بزاف. انا درت لكم غير شويه باش تشوفوا غير الطريقه، حيت ما لقيتش بزاف عند مول الحليب بقى ليه بزاف، شي علاش درت غير شويه. المهم غير الطريقه وصافي. اي دابا هو العبار مفهوم، يطرو ديال الحليب غيديروا فيه جوج يطرو ديال اللبن. صافي ندير له بحال هكا ونخليه يبرد واحد شويه ونرجع معاه. البنات هذا هو الجبن ديالنا، تقدروا تخليوه في الثلاجه اكثر باش يعقد ويتجمع. انا ما خليتوش حيت نصور مازال ما يمكنش ليا نخليه بزاف. المهم بحال هكا كيف ما قلت لكم، الغرض ديالي انني نوريكم الطريقه كيفاش تخدم، شتي كي تيجي تيجي بحال الجبن اللي تتباع في الزنقه، تيجي زوين بزاف. المهم انا درت شويه غير باش نوريكم، اللي تيبغي يدير كميه كبيره تزيد مازال المقادير بحال هكا، 3 يطرو الحليب، 4 يطرو ديال اللبن، تزيدوا الكميه وتيخرج لكم كثر. اذا كان جي عندكم ولا شي حد ولا هكا تخرج لكم واحد الكميه اللي بزاف كاع. المهم انتما مازال معايا البنات. اللي بغى يخليه جبن عادي هكاك يدير فيه شويه الملح ويخليه هكاك، انا قلت غنديرو كيري للدراري، غندير فيه قبيصه ديال الملح ماشي بزاف بالطريقه، وغندير شويه الزعتر. الزعتر تيبقى اختياري كل واحد واشنو لوغو اللي تيبغي والمذاق اللي تيبغي ديالهاش. انا تيعجبني الزعتر بزاف، داكشي علاش غندير الزعتر.
اللي بغى يدير الثومه يدير الثومه، اللي بغى يدير المهم زعتره اي حاجه يديرها تطلع بها زوين. المعدنوس دابا البنات غنبقى نطربو هكا طربكم. البنات هنا غنزيد شويه زيت العود بحال هكا، الا كان خاصني مازال غنزيد. المهم غنبقى نطربو. البنات ها هو عندنا كيري ديال دوك العلبات اللي تيتباعوا في السوبر مارشي، صايبناه في الدار. ايبغيو وليداتكم تيقولي بحال اللي تيتباع في العلب بحالو. واحد الباطا عندي بحال هكا، هي فين غندير هذا بهاد الفرماج؟ هذا كان جبن ولا فرماج كيف ما قلت لكم، اللي بغى يخليه بديك الطريقه الجبن عادي هكا كيخليه، وحتى هاد الطريقه كما قلت لكم تتجيب عشاق ديال الثومه هكاك بودر غبره مع المعدنوس تتجي غزاله تتجي فنه. انا كما قلت لكم انا تنحماق على لوكو ديال الزعتر، تيعجبني بزاف داكشي علاش درت الزعتر. شي واحد المكونات اللي هما زوينين واقتصاديين تنخرجوا هذه بحال هكا تيقوني تجي زوينه بزاف، سيرتو الا كان جاي عندكم شي حد وشكلتو شحال من طبيسيل بحال هكا بالثومه بالزعتر بالزعتره بالمعدنوس، المهم شحال من حاجه واللي وجد في دقيه دغيا. انا دغيا دغيا دابا وجدته بحال هكا. المهم نجيب لكم واحد المعلقه لا واحد الموس وغتشوفوا بحال هكا تناخذوه نفطروا به ولا نديروا به الكوتي، المهم اي حاجه، ولا ندهنوه في الخبيز ونعطيه لولادنا في يديوه معاهم المدرسه هكا تيجي زوين بزاف. غنسد دابا هادي. البنات نتمنى الطريقه اللي جربت لكم ديال الجبن وفي الاخر صايبتو كيري تكون عجباتكم، حيت طريقه سهله بزاف 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 وتتوجدها في الدار. كما قلت لك الا بغينا نشري واحد العلبه ديال كيري، نتوما عارفين كيري والجبن دغيا تيسالي في الدار حيت تيبغيو الوليدات وهكا، غنصايبو الا كان جاي عندنا شي حد غنصايبوه دغيا وغنشكلو به جميع الجبن وجميع كيري، غنديرو بكاع لوكو كاع النكهات بحال كيف ما قلت لكم الثومه والزعتر وداكشي، وحاجه اللي تنصايبوها بيدينا تنفرحو. المهم تتكون تتباع تنصايبوها حنا في الدار تنفرحو بها. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وتنتمنى نكون فدتكم شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. شكرا لكم بزاف على المتابعه، والى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.